هل من أنكر عذاب القبر يكفر؟ نعم، من أنكر عذاب القبر وهو يعلم الأدلة، يعلم الأدلة ويكفر. أما إذا أنكره تقليداً لمن قال ذلك أو متأولاً لها فهذا يدرى عنه الكفر، لكنه يضلل في هذا. نعم، أما من أنكرها متعمداً وعالماً بالأدلة فهذا يكفر، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.